تقدر بط موبيلات على ظهرنا ولا ظهر الشيب. اخوان فريمون باغيكم تحركوا فهمتي، فريمون باغيكم تحركوا فهمتي، وما تبقاش من قبل رياض المغرب هذا، وما تبقاش تقول لي راه اوروبا اوروبا صاحبي. نقول لك اوروبا شادي طرالي، كنا مشيتي خدمتي في فرنسا تقاتل حتى تعيا، وفي الاخر الحكومه ديال تدي لك 75% ديال الضرائب الصاد. اسمع هاد الهضره هادي وتجامع فهمتي، على حقاش عندي الاخت ديالي تمايا خدامه، الاخت ديالي تمايا خدامه صافي، وقتها تخدم كتخدم 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 شي الغوفرمنت كيدو لها تحس بيا على الاخر العام فهمتي، كتلقى الدوله كلشي اختي عايشه تمايا عندها الجنسيه الفرنسيه، انا ما عمرني مشيت عندها لفرنسا. اي دابا هنا في المغرب كتعيا معايا تقول لي اخويا جي عندي، لا خويا جي عندي، لا خويا جي عندي، لا انا ما عرفتش باي ديفولت ما كنحملش فرنسا، ما عرفتش علاش ماشي فرنسا البلاد، لان كيقولوا لي كثارين فيها واحد النوعيه ديال المهم شنو مع تنتلاقى مع شي فرنسيين شحال هادي صحابي، تيقول لك ملي جينا المغرب عرفنا الناس زوينه نا صاحب، واخا حنا ملي جينا المغرب التلفازه عندنا تما كتورينا غير الجزائر والمغاربه، غير الا سرق لك شي سجاله من الطوموبيله ولا سرق شي طوموبيله ولا دار شي بزنس خاويه شي حاجه تدخل للحبس صافي فهمتي. وانا نقول لا تيمشي عند خوتنا هادو ديجا هما كيشوفونا حنا بحال هكا، وانا ما عنديش مع ديك اللعبه ديال نكون في الوضعيه التحتانيه عزيز عليا، ديما نكون للفوق فهمتي، ما عنديش عليا ديك اللعبه ديال نكون للتحت، لا ديما خصني نكون للفوق. اللي تعجبني في امريكان وار ما كاين لا عنصريه لا حتى لعبه، راه تشوفوا اللحيه ماشي معمر ولا الاكثر اللي كيدوي على العنصريه كتلقى عنده العنصريه، علاقاش بزاف الناس كتكون عنده العنصريه هنا، وصعيب تكون عندك العنصريه هنا صافي، علاقاش كانت عندك العنصريه هنا تجيب لك العنصريه حتى في المغرب، تجي تجيب لك راسك الله راك محقور راك كذا راك فهمتي، المهم فهمتي راك اجي تكون كتعاني العنصريه حتى انا بلا ما تمشي. انا اخي ما عمري عانيت العنصريه في امريكا بالحياتي بكذا، كنت حطيت لك واحد الصوره مصور مع البوليس هكا، وبزاف الناس اواه وتصوروا معاك اواه وما قالوا لك والو الصاد، علاش تجي تقول لي علاش الصاد شنو اش داير؟ انا الحياه صاحبي راه ماشي علينا شنو 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 داير عادي واش ما هكذا اي ملكنا مع جون جون صاحبنا الامريكاني اللي فسميتو اي اخ سوينغ الله يحفظك الله يعزك اجي خاصنا خاص وينغ نديرو شي بلين ان شاء الله، ولكن خلا خيتي راه باقي ليا من هنا للسبجه ان شاء الله غادي نسافر ترجع اخاي نديرو شي بلين. المهم ملي كنت مع صاحبنا جون في امريكان، جون اللي قلت لكم هو بوليس المخزن، المهم هذاك جون اش صاحبي تصدم اش صاحبي من ردود الفعل ديال المغاربه، هو صاحبنا هذاك خونا باين فيه عنصري، وكيفاش تصاحب معاك كيفاش ندخلك لدارو كيفاش، هو هذاك خونا باين فيه عنصري من دوك ترامب سيبورتر، يعني من دوك الناس اللي كيايدوا ترامب، ما عرفتش التصويره ديال ترامب عنده تمثال ديال ترامب في الدار، عنده تصاور ديال ترامب في الدار، عنده داك ترامب فين ما درتي عنده في الدار، هو هذا من ترامب سيبورترز ومدخلك للدار عنده، هو هذا من ترامب سيبورترز وديرك صاحبه، هو هذا من ترامب سيبورترز وعارفك الحياه وعارفك مسلم وعارفك كذا ومدخلك للدار صاد، راه انت تتفكر هكا على حقاش انت كتبين عليك يقول لك ترامب سيبورترز ما تيحملوش عباد الله عنصرين، لا صاد لا صاحبي، راه ترامب راه الناس اللي معاه، انا واحد من الناس اللي مع ترامب صاحبي، على حقاش طلع ليا الدولار، على حقاش انا في الاخر ديال الشهر كتدخلني الفلوس بالدولار، هذاك الصاد از فاكين بيزنس مان قتال طلع علينا الدولار الصاد فهمت، هذاك الصاد كيضرب على البلاد تزيد من جهه الفلوس، ما كيضربش على كما هاد البلاد هادي خاصها شي واحد اللي كيضرب على الفلوس والناس تدخل لجيبها الفلوس، كما نزل الضرائب على الشركات ملي نزلت الضرائب زادت الارباح ديالها مشات زاد الصالير لعباد الله، هاكا تزاد الصالير لعباد الله، وعباد الله في العهد ديال ترامب زادهم الصالير حاليا، الصالير اللي كانوا كياخذوا الناس في امريكان شحال هادي ماشي هو الصالير اللي كياخذوا دابا، نسبه البطاله نزلات مع ترامب في امريكان، البطاله ديال شحال هادي ماشي هي البطاله ديال دابا، واش باغي انت واحد باغي يخدم البلاد ولا باغي شي واحد يقول لكم الاخوان حنا كنصاط فريمون بلا ما نتل عليكم، واش باغي شي واحد بحال بن كيران يعطيك الهضره من الاخر فهمتي، بن كيران الصاط انا تيعجبني من الاخر، ما نقولش لك انا ضده كيعجبني فهمتي، ديك اللعبه ديال تيعطيك داكشي باغي تسمع الخدمه تيعطيك حتى لعبه الصاط من الاخر بالرجوله من الاخر ما تيعطيك حتى لعبه، ولكن تيعطيك داكشي باغي تسمع، ترامب ما تيعطيكش داكشي باغي تسمع تيعطيك الخدمه، هذا هو الفرق، ترامب ما عمرها تسمع ما عندوش شي حاجه زوينه، ما عندنا ما نديرو بهادو ما عندنا ما نديرو بهادو، الصاد ملي قال هو ما عندنا ما نديرو بالمكسيك ما قصدلكش المكسيكي فسميتو، راه الاكثريه الامريكان راه مكاسكه، قصدلك دوك المكاسكه اللي كيجيو حارقين، ما عندنا ما نديرو بالعرب ما قصدلكش دوك العرب اللي بحالي انايا، قصدلك داك العربي اللي كيجي حارق واللي كيشد في الدوله وتينص الدم ديالها تقول لك انا عندي الاولاد انا عندي كذا خصني الاعانات، اما العرب اللي يجي بحالي انا يجي يسافر يصرف الفلوس تمايا بالعكس ترامب بغاها الصاد، ماشي ما بغاش دوك فهمتي داك 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 خونا تقول لي سمع عاوتاني واحد الجمله تاع تضل تقول لي داك ترامب الصاد
عرفتك صاحبي عنصره صاحبي قال لك ما عنده ما يدير بالعرب وما عنده ما يدير بالرسمي الصح ما عندوش ما يدير بديك النوعيه اللي فهمتي جلاخه من الاخر ما لقيتش ما لقيتش ما نقول فهمتي ما عندي ما ندير بالمكاسكه ما عندي ما ندير المكاسكه وما المكسيك ما عندي ما ندير بهذا راه ماشي عنصر يا صاحبي راه ما عنده ما يدير بنادم جلاخه لان عندنا حنا مع كامل الاحترام العرب بنادم جلاخه والمكسيكيين بنادم جلاخه ما هذا اللي كيجي كيخدم وكيتقاتل وداكشي اما بنادم راه كيجي صاحبي شوف هي اوروبا صاحبي شويه اوروبا اش داروا فيها لا ما ندوش انا على المغرب كندوي على حتى على السوريين كندوي على بزاف ديال الجنسيات شوف الصوت اش كيديروا في الضو الاحمر عندنا هنا في المغرب تيجي بنادم تيطلب صاحبي تخدم صاحبي تخدم هذا هو هذه الهضره اللي تقول لك ترامب سير تخدم بحال دابا داك السوري اللي واقف ما تجي بحال هكا عندنا هنا في الضو الاحمر صافي انت باقي صغير خصك تمشي تخدم ما هادشي يخدم فهمتي شحال معد مع دوك السينيغاليين يخدموهم شحال معدوا مع السوريين يخدموهم ما كيخدموش الصاط ولفوا تسعاج وفريمون هكا هو تيدوي لان ما عندك ما دير الصاط بهذوك بنادم سعايا صاحبي بنادم طلاب بنادم فهمتي البارح هنايا في المهم بلا ما نقول لنا بلاصه في المغرب المهم البارح هنايا جات عنده واحد البنت صغيره تكون في عمرها 5 سنين اعطيني الفلوس بقيت انا فهمتي حشمت زدت في حالي تبعاني قلت له عباد الله عطيني الفلوس لا راه دابا نتي اسري عند امك ولا تخرج تطلب علاش نتي كتطلبي لا امي اللي مخرجاني نطلب وعلاش امك مخرجاك تطلب سيري عند امك ولا هي تخرج تطلب راه غير قانوني نتصرف مع ولد صغير في الفلوس ما عنده قل من 18 عام غير قانوني نتصرف معاه في الفلوس وغير قانوني حتى لو كفاه يجي معاك اصلا لان راه واحد صغير راه يقدر يمثل عليك شي باطل المهم جلست شي جوله ودابا قول لي امي خرجت تعطيني الفلوس ولا لا قلت لها ما تكسري قولي لامك تجي تطلب وملي تجي امك تطلب ديك الساعه راه كبيره جنع نشوفوا نعطيوها ولا ما نعطيوهاش ودابا انت ضربت الطوموبيلات على ظهرنا وعلى ظهر الشعب اعطيني انا شي فلوس باش نفطر قلت لها سيري قولي لامك تجي تطلب ما تجيش انت تطلبي سيري عند امك وتقول لك وراه انا وخوتي راه هذاك خويا وراه هذاك خويا وراه هذاك خويا راه كاملين غنخرجوا نطلبوا وتنديو لها الفلوس الصان فهمتي واش هاد الحماقه هذا صاحبي المهم الصاد بالرجوله فهمتي ماشي نقول الدوره اللي درت فيها واحد الدوره شيطانيه فهمتي لان صاحبي تيكفروك اصاحبي فهمتي الترميز وكل شيء واحد شافني بداك الموقف سبيتها ومشات في حالها دخلتنا هادو اصاحبي اللي دارت عندهم النعمه معذره الله ما بحال هكا ما نقولش معذره الله يقول لك عطاهم الله وما يبغاو لا ما عرفتيش علاش فهمتي دويش معاها هكاك باش تمشي وشي فحال لان الصاد صاحبي واش بنادم صاحبي من صغر دابا انت الدري صغير داكشي اللي عطيتيه الصغر هو اللي تجي كبير عليه هذيك راه دمرات الشعبه ما دمرتش داك ولادها الصغار الدري من الصغر خص تعلمو سير تخدم عليها باش تجيبها سير تقرا باش تخدم باش سميتو هي ماشي بحال هكا ولكن خاصو يعرف بلي راه خاص تبدل واحد المجهود باش تاخذ على حقاش حتى حنا حتى واحد ما عطانا فهمتي حتى واحد ما عطانا ما وخرانا حتى واحد ما عطانا توا كيتسالي كتخدم عليها الا لا عطاني الا كان شي واحد عطاني هو الله والسير اخا حتى تطلب والله الدري الصغير غادي تعطيه الا عطيتيه قتلتيه الصاط قتلتيه اجي تطلع لنا واحد الشيء غير صالح غادي تعطيه باش بقى ما يدار صافي اتس اوكي نجي نمشي نخدم انا الصاط نقلبها فهمتي نقلبها نضرب الدراعيه ونقدر ننزل حتى انا للشارع شي صدقه لله انا نقول لكم الصاط بالرجوله بعد المرات اللي كنتعرض للاحراجات كنعطي درهم جوج درهم للطلاب ولكن نقول لك اخي ملي كنمشي للبومبا ندير ليسانس وسول عليا نمشي ندير البومبا ندير ليسانس هذاك خونا اللي كيدير لي ليسانس القليله نعطيه 20 درهم القليله نعطيه 20 درهم ملي كنمشي نفطر هكا سترباك داك نكون زيد في حالي في المغرب القليله نخلي لي 20 درهم نمشي كدا لاي كوان شي حاجه البارح السيد كيهز معايا وتيحط معايا في الكفه ملي تنتقطى في لابيلفي الكاريفور مع لابيلفي ما بقاش داكشي كارديو حتى 300 ديالو خدمة ديال دقيقة طق 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 20 درهم فهمتي دعم لي عباد الله اللي كيخدموا طلاب ما تدعموش لا او تقول لي لا راه كاين بزاف الناس ما فحالهمش كذا واحد الله خير الناس اللي ما فحالهمش بالرب ما كيقدروا يخرجوا يطلبوا قسما بالله ما يقدروا يخرجوا يطلبوا والله لا قدروا يخرجوا يطلبوا لان بنادم عرفتي صاحبي كنعرف انا بنادم اللي ساكن مسكين في السطاح في مراكش وكيموت فهمتي يعني بنادم كيموت وبالرب ما يمدلك يديه الى غير الناس الشيران اللي عارفين وكيتعاونوا شي يمشي يجي له دقيق شي يمشي يجي له الزيت شي يمشي يدبر عليه فكدا شي يدبر عليه فلوس ما يرضاش يطلب ما يرضاش يموت وما يمشي هادو هما الناس اخاي اللي ما فحالوش بالرجوله اما اخاي اللي فهمتي علاه ملي تقعد تيبقى تيزلك ديك الهايلاله ديالو وداك سميتو كدير له واحد جوج درهم
وفريمون بعد مراتك دير ديك العجل لا يوم صرف ليا هادشي هاك هاو يلا دير لابس درتي لابس بكري والسيطان فريمون كيديروا لابس ديك درهم جوج درهم كيديروا لابس نجيو كنا خايس مارش انا المهم انا نقول فهمتي بغيتي تهلا صات تهلا في السرباي تهلا في خونا اللي كيمسح الطوموبيلات لافاج تهلا في خونا ديال تهلا في اي واحد كيدير شي خدمه تهلا في خونا اللي حاط الشباك يبيع تهلا في خونا اللي كيبيع النعناع تهلا في خونا اللي تيبيع الحوت تيدور في الحومات كيقول الحوت الحوت تقول لي شحال الحوت يقول لك 30 درهم هذا هذا 50 درهم هذا 100 هذاك ديال 100 عطيه فيه 150 ديال 20 عطيه فيه 50 فهمتي هاكا 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 كدير الصداقه اما دوك السيطان الصاد بالرجل اللي مريحين في الشارع ومع كامل الاحترام ليهم ويقدر شي واحد منهم يشوف الهضره ديالي لان عندهم الانترنت مسخ وعندهم الفلوس وفريمون يكون عندهم الفلوس اكثر من من من, من 70% ديال اللي كيتفرجوا في اللايف واحد الله حيت عندهم الفلوس اكثر منك قسما بالله دابا انت كتكون عندك في جيبك في راس مالك 100 درهم كتدبر عليه درهم واحد الله اخي انت اللي مدبر عليه في درهم الا هو في راس مالك اكثر منك قسما بالله اخي انت اللي خاص تضرب قسما بالله انت اللي خاص تضرب ديك الجله ديالك وتخرج تخرج الطباسة بالرجولة واحد الله صدر المهم الشارع اخوان ما كاين وعلاش ماشي هادشي جبدناه من طرام هذاك الصاط اللي تسموه نتوما ترامب سيبورترز كيفاش عرفك عربي خارج معاك الصاط عارفني فهمتي عارفني راه مش طلاب عارفني انا فهمتي فاكين بيزنس مان عارفني بلي انا ترامب عاجبني الصاط انا ترامب ما كرهتوش حتى الولايه الجايه ان الدولار غادي يبقى مطمئن عليه غادي يبقى طالع الاقتصاد الامريكان غادي يبقى مزيان وانا اخر حتى كناخذ فلوسي بالدولار فهمتي لان كلشي الخلاصات كاملين في الاخر تناخذهم بالدولار صاد ما كرهش نمشي ما كرهش الدولار صافي يبقى مزيان لان الدولار لا طاح هي من جورج بوش تنصرف 7.2 صافي راه نخدم انا نموت باش تصرف لي الدولار في المغرب هنا ملي نجي نبغي نمشي للكيشي نسحبو تصرف لي ب 7.2 غنموت انا نتسطالك صافي دابا 9.6 مزيان صافي نشوف اليوم فين واصل او 9.64 اخي شكون اللي بحالك صافي وجالس في هاد النيفو هذا دابا شهوره وشهوره دابا شي سيموا هو في 9.6 تيلعب ما بين 9.6 9.61 9.64 وصلت 9.69 شكون اللي بحالك صاحبي فهمتي دابا كتخدم كتحس الخدمه ديالك فهمتي شحال ديال الربح صاحبي الدولار الكندي طايح الدولار الكندي اخويا طايح حتى الدراري في كندا ديال صحابنا كيعانوا فهمتي لان دابا هما كيصرفوا بالدولار الكندي باش يجيو لامريكان ولات كتجيهم قاصحه المراكنة باش يمشيو لكندا ولات كتجيهم ساهله فهمتي يعني بحال قلت دولار تساوي شحال يوس اه 1.34 يعني بحال قلت 34% زايده المهم الاخوان العنصريه حيده من هنا راه ما كايناش العنصريه كاين شي بلايص فهمتي ولي كانت العنصريه تقبلها لان عرفتي علاش بحال اندونيسيا كانوا الله يعمرها هضر ولاو مع المغاربه ولاو عنصريين علاش لان المغاربه ضربوا السمعه ديالنا تمايا اتس اوكي تقبلها يعني ماشي ظلمونا على حقاش انا عقلت مشيت لاندونيسيا شحال هادي شي 5 سنين هادي ومشيت 4 سنين هادي ومشيت 3 سنين هادي ومشيت 2 عامين هادي ماشي هي هاد العام الصاد تبدل التعامل مع الباسبور المغربي في اندونيسيا تبدل التعامل فهمتي يعني عادي اوكي الحياه كتستمر ما ظلموناش الصاد ما ظلموناش حتى لعبه فهمتي لان الاخرين اللي سبقونا تما بريزونطاونا مزيان الامريكان الدراري المغاربه اللي كيمشيو للامريكان ما كيمشيوش يطلبوا واخا هذوك الدراري اللي كاينين في الميريكان المغاربه كيمشيو يخدموا ويدبروا على راسهم كاين كيمشي يقرا كيمشيو يخدموا والميريكان اصلا ما فيهاش الطلاب والميريكان اصلا ما كيعطوش الطلاب الميريكان اصلا الطلاب كيعاني تمايا الميريكان فهمتي الطلاب كتلقاه واحد خونا هوملس جوبليس عليه بزاف ديال الضرائب عليه بزاف ديال الديون وصافي قلبها لان لا خدمه تاخذ ليه الدوله داكشي اللي كيخدم فهمتي لان تيتسالو بزاف ديال الضرائب تيقول الصاط عشان قلبها هوملس جوبليس اخوان بلي نزيدوا هاد الشيء ونقطعوا هاد اللايف هذا ونمشيو نخليو الناس يصلوا ونمشيو حتى حنا نشوفوا واش نديروا حتى حنا نصليو ما جاتش العطش لا اخويا جاني العطش جاتني المود ديال العطش علاه كندوب شويه راه كنا ما كانش العطش والمغرب راه كتلقى صوتي فهمتي وصل الجيره ولكن المهم هذا ما كان الاخوان شي شي شي, شي سؤال تما يبان لينا يبان لي نجاوب عليه نمشي بحالي فهمتي قلبوا لنا الاخوان الاسئله بدل ما تكتب لي تما مايكل فرانشيز ولا شي حاجه السطر الهضره اللي كتقول ما كتفيدنا بوالو يعني يا اخويا ما هو اخويا انا ما عرفتش فهمتي الا ما كنفيدك بوالو علاش انت جالس هنا بكل بساطه
حيد اخويا شريه مع الطريق علاش غادي نبرز لك وقتك وغادي نضيع لك وقتك وغادي نسميتو كاع 3000 الناس هادي كامله زعما كتستافد والو راه صدر الناس صاحبي خاص تعرف باللي راه الناس راه في المغرب بلا ما نسميهم الناس عندهم 2 مليون ما كيجمعش 2000 في اللايف ما تيكملهاش 1000 ما تيكملهاش صاحبي وانا كندير لايف بلا ما نقول لعباد الله راني ندير لايف وكذا وفنجي وتنطلق اللايف عادي وتتلقى نفس الناس اللي كنشوفهم هاد المره كنشوفهم مره اخرى فهمتي نفس الناس كنشوفهم الا شي الا دل لان راه كنقول شي حاجه معقوله فهمتي شي حاجه معقوله على الناس كتعاود ترجع اما كنت كن هاكا يطلقها وسرح عباد الله وكذا وما كنقول شي حاجه مفيده ما هادشي عاود يرجع بحال شي واحد فهمتي مشيت عندو كليت شي حاجه حرتوكه مره اخرى ما هادش رجع فهمتي يقدر نقول لي يقدر النهار تصادف مع شي حاجه حرتوكه نحل مره اخرى عاوتاني نمشي عندو المطعم ادينا وكل شي حاجه حرتوكه غادي نقلب ناكل عادي شوف دابا الامثله اللي كيجيو الجنهير لي ستورون نمشي ناكل لان الجوع اخويا وبالتالي هذه نقطه مهمه الاخوان هذه جايه من ثقافه ديال الفقراء صاحبي كتعلم انك تكومبليني ما كان فهمتي ما كان مستفد حتى حاجه استقرا انت الدماغ ديالك مبلوكا صاحبي واخا نبغوا ندخلوا لك الافاده ما غاديش تخلص فهمتي ما كاينش واخا نبغوا نفيدوك ما غاديش تستفد والمشكله تطرا لك داكشي على الحياه ديالك العامه كتمشي للمدرسه كتكومبليني على المدرسه كتمشي للمدرسه كتكومبليني على المدرسه الحكومه كتكومبليني عليها والديك كتكومبليني عليهم كتكومبليني على الوالدين ديالك تجيبهم فهمتي ديما كتكومبليني الوالدين ديالك حتى هما ما مخليهمش في الثقه والديا ما عطاهمش والديا كنبغي ندير هادشي كيوقفوني والديا كدا والديا كدا والديا كدا والديا كدا علاش مابقيتش كدير سبور الاخوان ماكرهتش فهمتي وليت ندير سبور يلاه البارح جيت ضربت واحد الشريه زوينه وجيت اليوم عاوتاني نضرب واحد الشريه ان شاء الله زوينه ونمشي ندوش عاوتاني قبل المغرب كنخرج ندير واحد الشريه دابا جيت قلت لنا عاد تي حتى يقرب المغرب نمشي نضرب واحد الشريه ونجي وصراحه فيهم فريمون زدت بزاف مابقيت لدرجه اني مابقيتش حامل راسي ولكن اتس اوكي اتس لايف تتعلم ماشي تدير ديك اللعبه ديال اوكي هاكا خاصك تولي تفكر هاد اللقطه ما حملش راسي ومن بعد هذا هو السؤال خرجت تحرك اصلا وما حملش راسي بقيت جالس وما خدمتش حتى ما خدمتش حتى ما بقيتش حامل راسي اوكي اتس تايم باش انك تمشي تخدم اصلا تحل شي ستور